الأزمات اللي بيمر بيها الزمالك. ما فيش قدامه غير الكلام، وان هو يخلق دوافع للعيب من وسط الازمه، يخلق منها دافع. ده حله الوحيد، لان كده كده في الاخر دي لعيبه زمايلهم واصحابهم، وكانوا لسه معاهم من كام يوم في التمرين، في الهزار، في على الغداء، على العشاء، مره واحده دول مش موجودين، ومدير الكوره كمان، ومش عارفين القصه لسه هتخلص على ايه. فلازم من وسط الازمه دي تخلق منها الدافع، ان احنا هنلعب علشان خاطر زمايلنا واصحابنا، ان زي ما هو كان قال قبل كده، احنا عيله واحده او هم عيله واحده. فمن وسط الازمه لازم يطلع الدافع. بس انا عايز اسالك سؤال، هل نادي الزمالك نادي مصري ولا مش نادي مصري؟ نادي مصر. طيب امال انا ليه من تعامل الاعلام الرياضي مع الازمه ومع المشكله مش حاسس ان نادي الزمالك نادي مصري، بما انك حد من ضمن الاعلام الرياضي؟ يعني هنا احنا بنتعامل مع كل الأندية على حد سواء، ما بتابعش بقى يعني مش واخد بالي من انت قصدك ايه بالظبط. يعني هقول لك انا واحد من الناس مثلا، بدون اسماء. اوكي مفيش مشكله، ماشي. انا واحد من الناس كتبت انا عارفك لا من غير اسماء، ماشي اتفضل. انا واحد من الناس كتبت بوست قبل كده ان انا هشجع، مش هشجع النادي الاهلي في ماتش في افريقيا. طلعت الناس اتهمتني بالخيانه وبالعمله وان انا ما بحبش مصر. طب لما انت تطلع تلقح على نادي الزمالك بالكلام، تطلع تقول اصل ده ما شرفش اعلامي معين، يعني لا اكتر من واحد. طيب ماشي، يا ريت واحد. عارف لو واحد، انا اقول واحد في وسط اكتر يعني عدد كبير فسهله. لما لو حد تاني يطلع يقول لك يا بخت منظره وخفف، لما واحد تاني يقول لك على نادي الزمالك نادي الانسحابات، وقيس على كده حاجات كتير انا مش عايز بس اعدلك. لما واحد يقول لك من امن العقاب اساء الادب، وهو نفسه عمل حاجات كتيره وما تعاقبش عليها، فاولى قولها لنفسك، ان انت اصلا لسه بتطلع على الشاشه بعد الحاجات اللي انت عملتها دي كلها، وانت اللي تطلع تدينا الحكمه والموعظه، فدي في حد ذاتها كارثه. قولها لنفسك قبل ما تقولها للعيبه. ايوه بس ده مش ملوش علاقه دايما، يعني ما تتعاملش مع التصرفات الفرديه ان مش ده فردية. بشكل عام لا، لان حتى لو كان في واحد او اتنين او تلاتة انا معاك، هم بيعبروا عن وجهة نظرهم، والناس في الاخر بتبقى عارفة ان هو بيبقى مثلا فلان ده قصده كذا او الكلام. يعني انت مثلا بتقول لي حد قال ان نادي الزمالك نادي الانسحابات، لا طب ما النادي الاهلي انسحب قبل كده، وبرضه كان في اندية تانية انسحبت على مدار التاريخ، فده امر عادي يعني وحسب كله. بس انا عاوز اكلمك على الاعلاميين دول، يبقى ليهم توجهات معينه. يعني لو هو مثلا من جواه اهلاوي، هو ما بيفصلش. في ناس ما بتفصلش. ايوه بالظبط. حتى لو راح قناه تانية غير النادي الاهلي، حتى لو اي قناه تانية، اي قناه، هو ما بيفصلش، هو غصب عنه. هو ما بيعرفش يفصل. غير الراجل المحايد. يعني في ناس محايده بتطلع الزمالك غلطان، الاهلي غلطان بيقول. فما ما تركزش في الموضوع، عشان الموضوع ما كتير جدا في مصر. لان انت لسه قايل الموضوع كتير. كتير دي حقيقه. ده اللي بيضايق، زي ما بتتعاملوا مع حاجات اصغر واتفه من كده بكتير وبتهاجموا ناس عليها. نادي الزمالك في مشكله كبيره، صح؟ طبعا. ولعيبه مصريه في ازمه كبيره، طبعا. هل ده وقت ان انا اسلخ واذبح؟ لا طبعا، لا طبعا. حتى الصوره بتاعت واجي على اسم الصوره بتاعت مدير الكوره النهارده اللي اتسربت دي، حاجه لا هي يعني شيء مخزي جدا لمصر. اللي بيتناولها يعني شيء يعني لا، الرياضه المصريه كلها سيء جدا اللي بيتناولها ولا كلها. بيحفل عليها ولا الكلام، لان في النهايه ده بعيدا عن اهلي وزمالك.